بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة عن الإكسل وتفقيط درجات الطلاب باللغة العربية. طبعا حتة التفقيط أو إحنا نفقط الدرجات باللغة العربية أو لو في أرقام عايزين نحولها باللغة العربية، طبعا دي مش موجودة من مميزات الإكسل. فعلشان نقدر نتعامل معاها بنضيف دالة أو كود بالفيجوال بيزك داخل برنامج الإكسل. والنهاردة إن شاء الله هنديلكم الكود الخاص بتحويل درجات الطلاب إلى اللغة العربية أو تفقيط درجات الطلاب إلى اللغة العربية. ده بنلف في الإكسل، وهنسيب إن شاء الله رابط أسفل الفيديو في نموذج لملف إكسل موجود فيه الكود الخاص بالفيجوال بيزك اللي بيحول الأرقام إلى كلمات باللغة العربية. البرنامج ده برنامج خاص بالكنترول بتاع مراحل النقل. ده مثلا مثال للمرحلة الصف الرابع الابتدائي، ده بيان بدرجات الطلاب للصف الرابع الابتدائي. دي زي نموذج شهادة كده، بس اللي بنسميه بيان درجات ده غير الشهادة. المفروض ان الشهادة دي مربوطة بملف الشيت بتاع الطلاب اللي موجود معانا. ده شيت كبير كده للطلاب موجود معانا وبياخد درجاته من الشيت ده. فعلشان نقدر نربطه بالشيت انا اعرفكم الخطوات ان شاء الله، بس اللي يهمنا دلوقتي هو ربط او تحويل الدرجات بتاعت الطلاب اللي هو مجموع درجات الطالب الى باللغه العربيه زي ما انتم شايفين قدامكم. طيب لو جينا مثلا في برضو اداه بس بضيفها داخل ملف الاكسل، الاداه دي بتنقلني من طالب لطالب اخر وتجيب درجاته من الشيت، وممكن كمان نضيف أداة أخرى للطباعة. ده طبعا بيسهل علينا التنقل ما بين الطلاب وطباعة بيانات الطلاب. مش محتاج إنك تطبع بيان درجات الطالب فارغة وتبدأ تكتب بإيدك، لا هو بيجيب لك الدرجات مباشرة، برضو تفاديا للأخطاء اللي ممكن تيجي أثناء نقل درجات الطلاب. يعني هو بينقلها مباشرة من الدرجات اللي موجودة في الشيت الخاص بالكنترول. زي ما انتم شايفين كده لو الدرجه ده مثلا 295 فبقول لك 295 درجه فقط لا غير. طبعا هو ده مربوطه الكود ده مربوط بدرجه الطالب اللي بتظهر قدامك هنا، ولو نص طبعا بيدي لك بيكتب لك كلمه 5 من 10 او نصف درجه فقط لا غير، يبقى 280 ونصف درجه فقط لا غير. ميزه كمان البرنامج اللي احنا عاملينه ده ان انت ممكن تختار الطالب من القائمه اللي موجوده هنا كمان مباشره، أو ممكن تكتب رقم الطالب هنا وليكن مثلا الطالب رقم 100 بيتنقل لك للطالب على طول. طيب نيجي بقى لموضوع الفيديو النهارده، إزاي بنقدر نخلي برنامج الإكسل يحول الدرجات أو الأرقام دهيت لدرجات. طبعا ده كود مضاف للإكسل، زي ما قلت إن الإكسل مفيش فيه الميزة ديت إنه يحول الدرجات، يعني أي ملف إكسل بتفتحه على الجهاز عندك مش هيعمل لك الكلام اللي أنا بوريه لك ده. علشان كده لازم تاخد الكود اللي انا هديهولك في نموذج ملف الاكسل اللي هيبقى موجود اسفل الفيديو، وتنسخ الكود ده وتحطه في الملف اللي عندك. بس قبل ما نعمل الكلام ده لازم يكون ملف الاكسل اللي عندك متخزن enable macro، يعني هتيجي تقول له من فايل سيف از، وهتيجي هنا هتقول له اكسل macro enabled worksheet، فبيدي لك ملف الاكسل موجود عليه علامة كده اللي هي علامة تعجب كده صفرة بتبين لك ان الملف ده فيه خاصية الماكرو، لان ده شغل طبعا برمجة داخل الاكسل، فبنقول عليها اللي هي الـ VBA استخدام الـ Visual Basic داخل الاكسل. نيجي بقى للكود بتاعنا. الكود طبعا هيبقى موجود معانا في الملف اللي هتنزله من تحت الفيديو، لكن لازم يكون عندك تاب اسمها ديفولبر. التاب بتاعت الديفولبر في الافتراضي ان هي مش هتبقى باينه معاك، فعلشان تظهرها هتروح لقائمه فايل ونختار اوبشن، ومن اوبشن هنختار كاستمايز ريبون، وكاستمايز ريبون هتعلم صح على الاختيار اللي اسمه ديفولبر. يعني الافتراضي ان هو ما بيكونش عليه علامه صح كده، احنا بنعلم عليه ونقول له اوكي، بيظهر عندنا التاب الخاصه بالديفولبر. لما تضغط على التاب الخاصة بالديفولوبر هنا بيظهر عندك اللي هو الفيجوال بيزك اللي هو الأكواد بتاعت الفيجوال بيزك. هنضغط على الفيجوال بيزك
طبعا انت بتضيف، المفروض ان هو ما كانش عندك مديولز كده موجوده عندك زي ما موجوده عندي، فانت هتقول له انسرت وتقول له اد مديول، وبتضيف المديول ده وبتنسخ الكود اللي انا حاطه في المديول التاني دوت كامل كده، بتعمل له كوبي تحدده. كل دي طبعا اوامر مكتوبه بالفيجوال بيزك علشان تقدر تديني امكانيه تحويل الارقام للغه عربيه. وبعد كده تقول له كوبي وتقوم ناسخ فتح الملف بتاعك وتنسخها داخل الملف اللي موجود عندك. بعد كده بتيجي تكتب الكود بالشكل اللي قدامك ده كده، طبعا دي صورة موجودة على الملف بتاعي. لو وقفت على الكود كده يقول لك اف ايرور، انا عملت كلمة اف ايرور دي ضفتها على اساس ان هو لو ما فيش اي طلاب ما يدينيش كلمة نال ديت، يديني على مساحة فاضية او مكان فاضي. فبتقول له اللي اسمها عرب نام، عرب نام 2 تكست، ده الاسم الدالة نفسها. طبعا انا لو جيت اكتبها في اي مكان هنا في شيت الاكسل هتظهر معايا، لكن عندك انت مش هتظهر في الملف اللي عندك. يعني لو قلت له ايكوال كده وجيت قلت له عرب، هتلاقي ظهرت معاك كلمة عرب نام اهيت كأنها دالة عادية خالص زي صم وافريج والدوالي اللي موجوده عندك في الاكسل، لكن عندكم انتم مش هتبقى باينه لان انت مش موجود عندك الكود ده. فالهدف من الكود انك يظهر لك داله بالشكل اللي موجود قدامنا ده. هتنسخ طبعا الكود اللي موجود برده في الداله ديت زي ما هو كده، بس الخليه ديت اللي هي اتش 19 ديت هي الخليه اللي فيها المجموع بتاع الطالب، يبقى دي اللي هتعدلها بس اللي هي اتش 19، وتسيب بقيه الحاجات التانيه زي ما هي. وبكده هيقدر طبعا يعدل لك الصيغة العربية للدرجات على حسب الدرجة الموجودة في المجموع. وإن شاء الله برضو هنعرفكم إزاي تقدر تضيف برضو كود يعمل عملية تقريب بتاعة الدرجات. يعني في بعض درجات الطلاب بتبقى مثلا 2.75 و4 من 10 أو 3 من 10 أو 2 من 10. التقريب بتاع الاكسل هو معروف الاكسل بيقرب ازاي، فلكن ده كان الوزارة بيبقى لها نظام معين يقول لك من 1 لـ3 مش عارف ايه تشيلها، من 4 لـ7 يبقى نص، من مش عارف ايه تضيفها 1، فهي لها التقريب مختلف عن ملفات الاكسل. فديت لها كود برضو خاص بيها ان شاء الله في الفيديو القادم هشرح لكم وهدي لكم نموذج للكود اللي معمول بالفيجوال بيزك اللي بيقرب لك الدرجات دي لانصاص او يقربها لرقم صحيح. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.